Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is going to be unit number 3, lesson number 7. النهاردة إن شاء الله آخر lesson عندنا خالص يا ولاد في الكالكولس. زي ما قلنا إحنا كنا خلصنا كل أنواع الليميتس. المرة دي هناخد كده حاجة بسيطة كده شوية. بيتكلم عن إيه؟ حاجة اسمها الكونتينيونيتي. طيب إيه يا ولاد؟ يعني إن الفانكشن بتاعتي تبقى كونتينوس. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بص كده يا سيدي. ايه الكونتينيونيتي ده؟ بص يا سيدي، عشان اي فانكشن اقدر اقول عليها اللي هي كونتينوس لازم ثلاثه كونديشنز يتعملوا. اول كونديشن لازم ان الاف اوف الرقم مثلا، يعني مثلا عايز اعرف الفانكشن كونتينوس ات اكس ايكوال اي، لازم الاف اوف اي احسبه يطلع رقم، يطلع مثلا وليكن رقم طلع اسمه برقم ب2 مثلا. لازم اقوم حاسب الليمت كمان من اللفت للاي من ناحيه اللفت مثلا للاف اوف اكس يطلع برضه ب2، ولازم ثالث حاجه احسب الليمت من الرايت يقوم طالع برضه بكام للاف اوف اكس يطلع مثلا برضه بنفس ال2. يعني لازم الليمت يكزيست، وعشان الليمت اكزيست احنا اخذنا الكلام ده في البيس وايز فانكشن، بحسب ليفت ورايت ويبقوا قد بعض كده الليمت اكزيست. وكمان لازم الفانكشن ما تبقاش انديفايند، ويبقى الفاليو بتاعها الاف اوف اي قد كمان الايه يا اولاد؟ قد موضوع الليمت نفسه. يعني ايه يا مستر؟ معلش ده كلام كبير كده شويه، حاول كده تفهمنا. معلش افكرك بحاجه في الجراف. فاكر كده لو انا عندي في اول ليسون خالص في الليميتس، لو انا مثلا جيت قلت لك والله انا عندي فانكشن عامله كده، ليتس سي مثلا عامله ازاي؟ عامله مثلا حاجه زي كده، يعني شكلها عامله كده، والنقطه دي مثلا 5 وجايه كده من عند الزيرو كلوزد وحاجه عامله كده. تعالى كده نشوف كنا بنقول زمان هل الليميت اكزيستس ولا لا. كنت بتقول لي اول حاجه انا هحسب، لو جيت سالتك كده الاف اوف زيرو، عايز اعرف الفانكشن دي كونتينوس ات اكس ايكوال زيرو ولا لا. طيب الاف اوف زيرو هنا بكام؟ في حته كلوزد هنا تقول لي اه الاف اوف زيرو بزيرو، صح؟ طيب الليمت لما الاكس بتابروتش زيرو بس من ناحيه النيجاتيف، من الناحيه دي كده عمال اقرب 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 اقرب، الفاليو بتاعي بكام؟ تقول لي بزيرو. للاف اوف اكس الفاليو بتاعي بزيرو. طب الليمت لما انا عمال اقرب للزيرو بس من الناحيه الثانيه عمال اقرب 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 من هنا، الفاليو بتاعي بكام؟ للاف اوف اكس تقول لي 5. ايه ده؟ ده مش قد ده، يبقى الليمت doesn't exist، صح؟ doesn't exist. وكمان الفانكشن مش continuous. يعني ايه continuous يا ولاد؟ continuous يعني الفانكشن مكمله بعض. لو انت واخد بالك بص الفانكشن ماشيه المفروض هنا، بعدين عملت جامب ومشيت في حته تاني، بنسمي دي جامب. حصل جامب كده مره واحده، تبقى الفانكشن دي مش continuous. example كمان مثلا، let's say مثلا لو انا عندي حاجه زي كده، ادي يا سيدي واي اكسس وادي الاكس اكسس بتاعي، وجيت قلت لحضرتك والله انا عندي فانكشن عامله كده، عندي مثلا حاجه عامله كده وحاجه عامله كده بس من هنا كده اوبن. لو جيت سالتك عايز اعرف الفانكشن دي كونتينوس ولا لا لما الاكس بزيرو، قول لي كده. بص يا سيدي الاف اوف زيرو بكام؟ تقول لي هو في فاليو اصلا عند الاكس بزيرو؟ دي اوبن، دي undefined. طب بص كده الليمت لما الاكس بتابروتش زيرو من ناحيه الشمال، من الناحيه دي كده للاف اوف اكس عباره عن كام؟ لما عمال اقرب 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 الفاليو بكام؟ بزيرو. طب الليمت لما انا عمال اقرب من الزيرو من الناحيه الثانيه، لما عمال اقرب 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 من هنا للاف اوف اكس، الفاليو برضو بكام؟ بزيرو. ايه ده؟ ده الليمت اكزيستس، صح؟ الليمت لما الاكس بتابروتش زيرو بكام؟ للاف اوف اكس بزيرو. بس يا مستر الفانكشن undefined، يبقى دي مش continuous، صح؟ مفيش continuity للفانكشن. ليه مفيش continuity للفانكشن يا مستر؟ عشان خاطر فيه هنا دي بنسميها هول. يبقى انا عندي اللي بيعمل الديسكونتينيتي اللي في الفانكشن يا اما هول يا اما جامب، ان يبقى عندي حته كده مخليها لي مش continuous. تاني حاجه لو عندي جامب، ان مره واحده مثلا الفانكشن بفاليو هنا حصل جامب مره واحده بقت كده، يعني حصل جامب كده. ماشي يا ولاد؟ ده الموضوع بكل بساطه. يبقى بكل بساطه كل اللي انا بحسبه، بحسب بجيب الليمت وبجيب الاف اوف فانكشن، طلعوا الاثنين قد بعض كونتينوس، طلعوا مش قد بعض يبقوا ايه؟ يبقوا مش كونتينوس.
بالنسبه للبيس وايز فانكشن محتاج احسب ليفت ورايت. تاخد بالك من حاجه وافكرك بحاجه اخيره خالص قبل ما نبتدي نخش بالمسائل، اخر حاجه خالص افكرك بحاجه برضو كنا قلناها في اول لسون. لو انا يا اولاد عندي فانكشن عامله كده مثلا هنا الفايف، وانا عندي الفانكشن مثلا بتاعتي ليتس سي مثلا حاجه عامله كده يا سيدي، جايه كده عند الفايف وقفت يعني هنا كده كلوزد. افكرك بحاجه هنا مثلا الفاليو ده 4 مثلا، مثلا خلي ده ان هنا كده 4 بقطع هنا 4. انا عايز اعرف الفانكشن دي لما عند الاكس اوف 5 قول لي كونتينوس ولا لا. تقول لي استنى بقى يا مستر، انا اول حاجه بحسب الاف اوف 5. الاف اوف 5 لما 5 مش كلوزد هنا الفاليو بتاعي بكام؟ ب 4. طب الليمت، مش احنا قلنا في الليمت لازم احسب ليفت ورايت؟ طب بص بقى حضرتك كده معايا يا مستر، ادي اهو لما عمال اقرب 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 من ال 5 من ناحيه النيجاتيف، لما الاكس بتابروتش ال 5 من ناحيه النيجاتيف ب 4. طب هو في حاجه بقرب منها من الناحيه الثانيه؟ احنا قلنا لو من ناحيه واحده بس مفيش ناحيه ثانيه يبقى الليمت دازنت اكزيست، دازنت اكزيست. وطبعا دي حاجه منطقيه ان هي مش كونتينوس، هي مش مكمله يعني، فاكيد في ديسكونتينيتي في الموضوع. ماشي يا اولاد، ده كده ده الموضوع بكل بساطه. فافتكر بس لو عندي حاجه نقطه كده واقفه لازم عشان الليمت اكزيست اصلا لازم يبقى ليفت ورايت. ماشي، تعالى بقى نخش كده على المسائل ونشوف الموضوع ده. بالنسبه للبيس وايز فانكشن بس هي اللي بحسب ليفت ورايت، غير كده بحسب ليميت عادي. طيب تعالى كده اما نبص على اول حاجه، بيقول لي ديسكاس ذا كونتينيتي اوف ايتش اوف ذا فولوينج فانكشنز ات ذا انديكيتد بوينتس. لما الاكس بنيجاتيف 1 تقول لي طب يا مستر اول حاجه هحسب الاف اوف نيجاتيف 1 واشوفها بكام. تعالى كده نحط مكان ده نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باور 2 بلس نيجاتيف 1 ماينس 3، ببلج ان عادي نيجاتيف 1 يطلع بكام الكلام ده؟ ده كانه 1 minus 3 negative 2 و minus 2 تاني يبقى negative 3. ماشي، او تقول لي ده positive 1 و negative 1 يبقى الاجابه negative 3. طب تعالى كده بص الليمت لما الاكس بقى نفسها بتابروتش negative 1، تقول لي ليفت ورايت يا سيدي مفيش ليفت ورايت، هي كلها فانكشن واحده صح؟ مفيش، مش بيس وايز فانكشن. طيب نعملها ازاي دي؟ x power 2 plus x minus 3 برضو دي direct substitution، plug in على طول negative 1، نيجاتيف 1 باور 2 بلس الكلام ده برضه يطلع نيجاتيف 3. ايه ده؟ ده مستر الليمت لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 1 للاف اوف اكس ايكوال الايه؟ الاف اوف نيجاتيف 1، ده الاثنين قد بعض يبقى ده الفانكشن، دير فور الفانكشن بتاعتي مالها؟ كونتينوس. ماشي؟ ات اكس ايكوال نيجاتيف 1. فهمنا كده يا سيدي؟ طيب نيجي اللي بعده نفس القصه، تعالى كده اما نشوف الكلام ده، تقول لي يا مستر اول حاجه هحسب الاف اوف 9، عايز لما الاكس ب 9 شيل كده الاكس وحط 9، تقوم اعمل لي كيوب روت اوف 9 ماينس 1 اللي هي كيوب روت ال 8 ب 2. طب احسب لي الليمت برضه دايركت سبستيوشن لما الاكس بتابروتش ال 9، دايركت سبستيوشن عادي جدا اكس ماينس سوري اكس ماينس 1 باور 3، اعمل دايركت سبستيوشن بلج ان 9 ماينس 1 برضه يطلع ب 2. ايه ده؟ ده قد ده يبقى الفانكشن بتاعتي مالها يا اولاد؟ كونتينوس لما الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 9. طيب اللي بعده بص بقى معايا هنا، تقول لي هحسب اولا عايز مسالتين، مره لما الاكس ب 1 ومره لما الاكس ب 2. تعالى كده نحسب اول واحده ات اكس ايكوال 1، ده اول جزء خالص. طيب تعالى كده اما نعمل نجيب الاف اوف 1 شيل كده الاكس وحط 1، 1 باور 2 ماينس 4 اوفر 1 ماينس 2 يطلع بكام الكلام ده؟ تيجي كده حضرتك تحسبه، ده نيجاتيف 3 صح؟ over negative 1 شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يطلع بال 3. طب تعالى كده قول لي الليمت لما الاكس بتابروتش ال 1، برضه دايركت سبستيوشن الاكس باور 2 ماينس 4 over x ماينس 2، شيل كده الاكس وحط 1، انا لسه عاملها هنا 1 باور 2 ماينس مش عارف ايه يطلع بال 3. ايه ده؟ الاثنين قد بعض يبقى الفانكشن دي continuous at x equal كام؟ at ال x equal 1، عرفت انها continuous. طب تعالى بقى نشوف ال 2، بص كده ال f of 2 شيل كده الاكس وحط 2، 2 باور 2 ماينس 4 اوفر 2 ماينس 2 يطلع ب 0 اوفر 0، دي unspecified quantity. ودي كان عندي مشكله فيها، ايه اللي كان بيحلها لي؟ الليمت. بص بقى الليمت لما الاكس بتابروتش ال 2 كنا بنعمل ايه يا اولاد؟ بعمل فاكتورايزيشن، واحده اكس ماينس 2 واحده اكس بلس 2، الكلام ده اوفر اكس ماينس 2 شيل ده مع ده وبلج ان بقى 2 بلس 2 طلع بكام؟ ب 4. ايه ده؟ ده الاثنين مش قد بعض يبقى دي ديسكونتينوس. فهمنا كده؟ في ديسكونتينيتي في الموضوع. ماشي يا ولاد، نيجي اللي بعده عند الاكس ب 2. طيب نيجي اللي بعده، بص بقى مسائل ابسولوت فاليو عشان نتفق كده، مسائل ابسولوت فاليو دي بيس وايز فانكشن على طول.
يعني ايه يا مستر؟ بص كده معايا افكرك بحاجه. فاكر لو انا قلت الابسولوت فاليو اوف اكس دي كانت عباره عن ايه؟ كنت ممكن اكتبها ازاي؟ كان ممكن نكتبها الاكس مره باكس ومره بنيجاتيف اكس. امتى باكس؟ لو الاكس جريتر ذان اور ايكوال الزيرو، ولو الاكس سمولر ذان الزيرو. كنا بنكتبها بالطريقه دي. طب لو كانت المساله مثلا اكس ماينس 3، تقول لي يا مستر مره اكتبها اكس ماينس 3 لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال ايه بقى؟ لما اللي جوه الابسولوت، لما الاكس ماينس 3 جريتر ذان اور ايكوال الزيرو، ودي 3 هناك يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال 3. ومره بنيجاتيف الكلام ده، نيجاتيف يعني نيجاتيف 3 سوري نيجاتيف اكس بلس 3 صح؟ يعني غير الاثنين، اللي عايز يكتبها نيجاتيف اكس بلس 3 او يكتبها 3 ماينس اكس، انا شايف دي الطف صح؟ تكتبها 3 ماينس اكس الطف كده، 3 ماينس اكس لما الاكس ايه بقى؟ سمولر ذان 3. فهمت كده كنا بنفكها ازاي؟ طب تعالى بقى نبص على مسالتنا. ادي مسالتي اهي الاف اوف اكس، نكتبها ازاي؟ تقوم حضرتك عامل لي بيس وايز فانكشن كده، مره بالبوزيتيف ال5 ماينس اكس ماينس 3، مش هغير فيها حاجه، 5 ماينس اكس ماينس 3 5 ماينس البتاع دي زي ما هي بالبوزيتيف، ومره 5 ماينس 3 ماينس اكس. بس هنا لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال ايه يا اولاد؟ قلنا لما الاكس ماينس 3 نفسها جريتر ذان اور ايكوال 0، ودي 3 هناك يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال 3. وهنا لما الاكس سمولر ذان 3. تعالى بقى نبسطها شويه، لسه ممكن تتبسط كمان. اولا النيجاتيف دي مش دي هتغير لي تخلي لي تغير كله، تبقى دي ماينس وتخش على دي برضو تبقى دي بلس صح؟ يعني النيجاتيف دي هتغير لي ده تبقى دي ماينس ودي بلس. طيب تعالى كده اما نشوف الكلام ده، اول حاجه انا هشيل براكت خلاص، هعمل ده ماينس واقوم جاي على دي قلبها ايه يا ولاد؟ قلبها بلس. انا كده بسطت جزء. طب ما استنى 5 بلس 3 اللي هي كام؟ طب ما تشيلها وتكتب 8، 5 بلس 3 اللي هي 8، يبقى 8 ماينس اكس. طب بص كده على اللي بعدها هنا نفس الكلام، قول لي النيجاتيف دي هتغير تبقى دي ماينس وتبقى دي ايه؟ بلس، وشيل لي البراكت خلاص. استنى لسه نبسط كمان، 5 ماينس 3 اللي هي كام؟ 5 ماينس 3 اللي هي 2، شيل لي ده كده واكتب 2، 2 بلس اكس، ادي الفانكشن بتاعتي. تعالى بقى نمسكها واحده واحده. اول حاجه هو عايز لما الاكس ب 3، الاف اوف 3 استخدم انهي فانكشن عشان الاف 3 اللي عندها اور ايكوال اللي هي دي صح؟ طيب 8 ماينس 3، شيل الاكس وحط 3، يطلع بكام؟ ب 5. طب تعالى بقى اما نجيب الليمت، تقول لي لا استنى ده بيس وايز فانكشن، لازم احسب ليفت واحسب رايت. الليمت لما الاكس بتابروتش 3 من ناحيه الايه يا مستر؟ من ناحيه الليفت عند الاصغر اهو صح؟ من هنا عباره عن ايه؟ 2 بلس اكس، يعني شيل البلجن بقى، شيل الاكس وحط مكانها 3، 2 بلس 3 اللي هي كام؟ 5. طب الليمت لما الاكس بتابروتش 3 من ناحيه البوزيتيف، شيل لي ده كده وحط مكانه اهو 8 ماينس اكس، 8 ماينس 3 اللي هو كام؟ 5. ايه ده؟ ده الليمت ليفت قد الليمت رايت، يعني الليمت لما الاكس بتابروتش 3 للاف اوف اكس على بعض بكام؟ ب 5، والاف اوف 3 ب 5، الاثنين قد بعض تبقى كونتينوس. فهمنا كده يا اولاد؟ مسائل الابسولوت فاليو زي ما قلت لك دايما بتحل بالطريقه دي. طيب بص بقى معايا كده افكرك بحاجه، احنا مش قلنا ان الابسولوت فاليو ده اقدر افكه، يعني الاف اوف اكس ده مش هقدر اعمل ابسولوت فاليو واحده واحط كل ده جواها بلس بعض، يعني اكس ماينس 4 بلس اكس جوه بنفس الابسولوت فاليو بلس 2 حطها لي كده، اللي هي عباره عن ايه يا مستر؟ اكس واكس 2 اكس ماينس 4 وبلس 2 اللي هي كانها ايه يا ولاد؟ كانها ماينس كام؟ اكس واكس 2 اكس، وقلنا دي ماينس 2 يعني 2 اكس ماينس 2. تعالى بقى اما نبسطها، كنا بنعمل ايه يا اساتذه؟ تقوم عامل لي واحده كده بس، مره هكتبها 2 اكس ماينس 2 ومره هكتبها 2 ماينس 2 اكس صح؟ مره ده ومره ده. طب استنى كونديشن، لازم اللي جوه الابسولوت فاليو يكون جريتر ذان اور ايكوال 0، ودي كده 2 هناك يعني 2 اكس جريتر ذان اور ايكوال 2، اعمل ديفايد 2 يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال ال1، يعني لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال 1، وهنا يا اولاد لما الاكس سمولر ذان الايه؟ سمولر ذان ال1. طيب تعالى كده اما نبص الفانكشن دي كونتينوس ولا لا. بيقول لي اول حاجه ات اكس دي الاف اوف اكس بتاعتي، طيب لما الاكس في 4 at x equal 4. بص كده بقى معايا يا سيدي، عايز يعرف اولا الاف، الاف اوف ايه؟ الاف اوف 4، استخدم انهي واحده؟ عند الحاجات اللي اكبر من 1 استخدم دي صح؟
2 times كام يا ولاد؟ 2 times 4 minus 2. 2 times 4 اللي هي 8. 8 minus 2 اللي هي 6. طب الليمت لما الاكس بتابروتش ال 4. استنى بقى معايا. بص معايا انا عندي حاجه عامله ازاي. انا عندي يا مستر الفانكشن بتاعتي عامله كده، وادي ال 1 في النص. اكتر من ال 1 اي حاجه اكتر من ال 1 ماشي بالرول اللي اسمها 2 اكس minus 2. اي حاجه اصغر من ال 1 ماشي بحاجه 2 minus 2 اكس. طيب انا عايز عند ال 4. الفور هنا ليفت ورايت كده كده نفس الحاجه اللي هي اللي بالبوزيتيف. طب ما خلاص ما تحسب لي الليمت على طول 2x minus 2 برضه يطلع بكام؟ يطلع ب 6 تبقى كونتينوس. طب تعالى كده نبص لما الاكس بكام بقى المره دي؟ بنيجاتيف 2. لما الاكس ايكوال نيجاتيف 2 ابلج ان في اي واحده عند النيجاتيف 2 هنا صح؟ يبقى الاف اوف نيجاتيف 2 شيل لي كده الاكس وحط نيجاتيف 2 تطلع الكلام ده بكام؟ ب 6. طب بص كده الليمت لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 2، النيجاتيف 2 حته هنا كده ليفت ورايت كده كده اوريدي بنفس الكلام ده ها. يبقى 2 ماينس 2 اكس اللي هي 2 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 2 يطلع الكلام ده برده ب 6. ايه ده؟ ده ب 6 الليمت هو هو زي ده. يبقى خلاص يا مستر يبقى برده مالها؟ يبقى كونتينوس. ماشي يا استاذه، يعني يا ريت الكلام ده يكون واضح. طيب نيجي اللي بعده. بص كده معايا بقى، نيجي لنمبر 6. لو انا يا اولاد جيت على حاجه زي كده الاف اوف اكس ايكوال الكلام ده لما الاكس سمولر ذان اور ايكوال 1 هاف والبيجر ذان الهاف نفسها، عايز يعرف لما الاكس بهاف. طيب سهله خالص، تقول لي اول حاجه يا مستر انا هحسب الاف اوف 1 اوفر 2. استخدم انهي واحده اللي عندها اور ايكوال؟ اللي هي 4 تايمز 1 اوفر 2 باور 2 بلس 3. تحسب لي كده حضرتك الكلام ده يطلع ب 3. طب ما تيجي نحسب الليمت ليفت ورايت لما الاكس بتابروتش ال 1 اوفر 2 من ناحيه مثلا النيجاتيف اهو. شايف كده؟ انا اي حاجه اقل من ال 1 اوفر 2 ادي ال 1 اوفر 2 اهو. اللي اقل من ال 1 اوفر 2 ماشيه بالرول اللي اسمه 4 اكس باور 2 بلس 3، واللي اكبر من ال 1 اوفر 2 ماشيه بالرول 5 ماينس 2 اكس اهو. بحسب ليمت ليفت وليمت رايت. طيب اللي اصغر بنعمل بلج ان عادي جدا 4 اكس باور 2 بلس 3. تحسب لي الكلام ده يطلع ب 3. طب ما تيجي نحسب الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش ال 1 اوفر 2 من ناحيه البوزيتيف 5 ماينس 2 اكس، يعني 5 ماينس 2 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2 يطلع بكام الكلام ده؟ 2 تايمز 1 اوفر 2 اللي هي 1، 5 ماينس 1 يطلع ب 4. ايه ده؟ ده مش قد ده. يبقى اساسا الليمت doesn't exist صح؟ ومعنى ان الليمت doesn't exist وان هي هنا ب 3 يبقى discontinuous، يبقى الفانكشن مش continuous. ماشي يا شباب نيجي اللي بعده. بص كده يا سيدي على نمبر 7. نمبر 7 اهي بيقول لي انا عندي ال f of x equal 2x لما ال x bigger than ال 1 وعندي ان سوري smaller than ال 1 وعندي ماشيه برول تاني لما ال x bigger than ال 1. ادي ال 1 هنا اهو في النص. اي حاجه اصغر من 1 ماشيه برول اسمه 2x، اي حاجه اكبر من ال 1 ماشيه برول اسمه 4 minus 2x. طيب عايز يستدي هي continuous ولا لا والcontinuity بتاعتها لما الاكس ايكوال نيجاتيف 1. طيب النيجاتيف 1 ده فين؟ النيجاتيف 1 ده هنا كده كده ليفت ورايت الاثنين من ناحيه واحده، يعني هاخد ليميت مره واحده بس عند النيجاتيف 1. دي مش نقطه كريتيكال بالنسبه لي. طيب تعالى كده نحسب الاف اوف نيجاتيف 1. استخدم انهي واحده؟ الحاجات اللي اصغر صح من ال 1 اللي هي دي 2x 2 تايمز نيجاتيف 1 تطلع بنيجاتيف 2. طب تعالى كده نجيب الليميت لما الاكس بتابروتش نيجاتيف 1، هو ما فيش غير دي صح؟ ليفت ورايت يعني 2 تايمز نيجاتيف 1 او 2x اللي هي 2 تايمز نيجاتيف 1 برضه بنيجاتيف 2 يبقى مالها؟ يبقى كونتينوس صح؟ طيب عرفنا الكلام ده. تعالى بقى اما نشوف ات x ايكوال 1. لا عند الاكس ب 1 ده بقى الموضوع كريتيكال شويه. اولا تعالى كده نعمل موضوع، شيل الحاجات دي خالص. تعالى بقى نمسك الاول الاف اوف 1. استخدم انهي واحده في الاف اوف 1؟ تقول لي يا مستر ده لا هنا موجوده ولا هنا موجوده، دي undefined. طب تعالى كده بص بقى الليمت ليفت ورايت كده كده مش فارقه معايا، انا عارف ان هي discontinuous لان عند ال1 نفسها الاف اوف 1 undefined. تعالى بقى اما نشوف كده الليمت لما الاكس بتابروتش من ال1 ناحيه البوزيتيف والليمت من الناحيه الثانيه. ناحيه البوزيتيف كده لما اعمل اقرب 4 minus 2 times 1 صح؟ يبقى تطلع ب 2. طب احسب لي الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش ال1 من الناحيه الثانيه. تقول لي 2x يعني 2 تايمز 1 برضه ب 2. ايه ده؟ مع ان الليمت اكزيست
و2 ولكن الفانكشن نفسها undefined. ففي هول عندنا في الموضوع ده، فبالتالي يا اولاد الفانكشن دي not continuous او discontinuous، في discontinuity في الموضوع ده. طيب نيجي اللي بعده. بص كده يا سيدي بقى، ركز معايا عشان هنا برضو ما نتلخبطش. ادي نمبر لاين لطيف كده، حط دايما البوينتس الكريتيكال اللي لما تلاقي بوينتس كتير x اصغر من نيجاتيف 2، بعدين ما بين النيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 ماشيه برول تاني، واي حاجه اكبر من نيجاتيف 1 ماشيه برول تالت. يعني اي حاجه اصغر من ده ماشيه برول x بلس 4، اي حاجه ما بين النيجاتيف 2 ما بين ال1 ماشيه برول اسمه 1، اي حاجه اكبر من ده ماشيه برول 2x بلس 3. هو عايز ايه؟ عايز يدسكس الكلام ده عند النيجاتيف 2 نفسها. طيب الاف اوف نيجاتيف 2 استخدم انهي واحده في الاف اوف نيجاتيف 2 اللي عندها اور ايكوال اللي هي ال1 على طول 1. طب تعالى نحسب ليميت، انا عندي النيجاتيف 2 ليفت ورايت. الليميت كده كده تعالى نحسب الليميت بالرايت لما عمال اقرب من نيجاتيف 2 من ناحيه الرايت كده ناحيه البوزيتيف اهو بكام؟ ب1 لل1 ب1 دي كونس. طب تعالى احسب كده الليميت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 2 من الناحيه الثانيه للايه بقى، استخدم انهي واحده؟ الاكس بلس ال4 او الحاجات اللي اصغر من ده اهو الاكس بلس ال4. حط كده مكان ده نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بلس 4 تطلع بوزيتيف 2. ايه ده؟ الاثنين مش قد بعض، صح يا ولاد؟ تقول لي يا مستر دول مش قد بعض، يبقى الليمت doesn't exist وهنا دي discontinuous. فهمنا كده يا ولاد؟ طيب ده اول جزء. طب تعالى نمسك الجزء الثاني، كان بيقول لي عند النيجاتيف 1 بقى، مش عارف انا ايه اللي خلاني امسح ده، خلاص مش مهم، ممكن نكتب يعني جنبها يعني المساله كلها اوكي مش مهم. تعالى بقى نتكلم دلوقتي على سوري عايز امسح الاروز دي، وهنا كنا قلنا الفاليو 1. طيب تعالى نمسك النيجاتيف 1 بقى، عند النيجاتيف 1 الاف اوف نيجاتيف 1 استخدم انهي واحده يا اولاد؟ اللي عندها اور ايكوال، تقول لي 2 تايمز النيجاتيف 1 بلس 3 صح، اللي هي دي تطلع ب1. طب تعالى نحسب الليمت ليفت ورايت. الليمت من ناحيه لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 1 من ناحيه النيجاتيف، من ناحيه النيجاتيف دي شايف من ناحيه دي سهل قوي دي ب1. طب الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 1 من ناحيه البوزيتيف لما عمال اقرب من هنا، تقول لي دايركت سبستيوشن 2x بلس 3 2 تايمز نيجاتيف 1 بلس كام يا اولاد؟ بلس 3. يطلع برضو الكلام ده بكام؟ ب1. ايه ده؟ ده قد ده، يبقى الليمت اكزيست ب1 وكمان قد الاف اوف نيجاتيف 1 يبقى كونتينوس. ماشي يا اولاد نيجي اللي بعده. بص هنا بيقول لي ايه؟ برضو ديسكاس الكونتينيتي بتاعت الفانكشن ات الx smaller than ال1. بص بقى هنا ما قاليش discuss الكلام ده لما الx ب1، لا قال لي لما الx smaller than 1. لما يجي لك حاجه زي كده خد اي رقم، اي رقم اصغر من ال1، يعني كانه مثلا بيقول لك الx equal 0 discuss continuity عندها. تعالى كده اما نشوف الكلام ده، والله يا مستر هو عايز يلخبطني بس. بص كده مثلا ادي يا سيدي ال1 هنا، اي حاجه اكبر من ال1 ماشيه برول اسمه اكس باور 2 بلس 3، اي حاجه اصغر من ال1 صح ماشيه برول اسمه اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 1. طيب انا عايز ايه عند الزيرو مثلا؟ تقول لي خلاص هجيب الاف اوف 0 واحسبها، هستخدم انهي واحده؟ اكيد الحاجات اللي في الرول دي صح، يبقى 0 باور 2 بلس 2 تايمز 0 ماينس 3 اوفر 0 ماينس 1. تحسب لي كده يطلع نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 1 اللي هي بال 3. طب تعالى كده نحسب الليمت لنفس الحاجه لدي بس، ها لما الاكس بتابروتش 0 لدي اكس باور 2 بلس مش عارف ايه، تقول لي لا طب استنى يا مستر ممكن نعمل دايركت سبستيوشن على طول. اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 1، شيل كده ده وحط 0 برضه يطلع بال 3. ايه ده؟ ده الليفت قد الرايت، يبقى خلاص يا مستر يبقى معنى كده الليمت اكسست. فهمنا كده يا ولاد؟ هو بس حاطط لك دي عشان يلخبطك مش اكتر من كده. يبقى دي كونتينوس لاي حاجه ات اكس سمولر ذان 1، ممكن لو حطيت اي حاجه، انما عند ال1 نفسها ما اعرفش ممكن تكون مش كونتينوس عند ال1، انما اي حاجه اقل من ال1 كونتينوس. ماشي؟ طيب تعالى كده اما نبص على اللي بعده. بص هنا كده ركز بقى معايا بقى، احنا مش قلنا اي حاجه فيها ابسولوت فاليو بنقوم عاملينها حاجه زي كده؟ اولا بيقول لي عند الاكس بزيرو هي ماشيه برول لوحدها ب2، اي حاجه تاني ليفت ورايت ماشيه برول تاني
يعني دي ممكن تحلها لي اصلا، انت اصلا مش محتاج تعمل لي الكلام ده، ولكن يستحسن تعمله. انا عند الاكس بزيرو الفاليو بتو، طب دي بقى اخدها مره بالبوزيتيف، يعني مره اكس تايمز اكس ومره اكس تايمز نيجاتيف اكس، صح؟ هنا لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال، لما الجول ابسوليوت جريتر ذان اور ايكوال الزيرو، بس استنى هو قال لي عند الزيرو اصلا بتو، يبقى خلاص ما تحطش اور ايكوال. وهنا لما الاكس سمولر ذان الزيرو، ماشي يا اولاد؟ تعال بسطها شويه، اكس تايمز اكس اقدر اشيلها واكتب اكس بار كام؟ اكس بار 2. طب هنا اكس تايمز نيجاتيف اكس، نيجاتيف اكس بار 2. بس يا سيدي ابتدي اشتغل بقى، تعالى كده نقول الاف اوف 0 بكام؟ ولا ايه اللي ب2؟ طب تعالى نحسب الليمت ليفت ورايت، الله اكبر الله اكبر، تعالى نحسب الليمت ليفت ورايت. الليمت مثلا لما الاكس بتابروتش الزيرو من ناحيه النيجاتيف، تقول لي يا مستر نيجاتيف اكس بار 2 تطلع بزيرو. طب الليمت لما الاكس بتابروتش الزيرو من ناحيه البوزيتيف تطلع اكس بار 0 باور 2 اللي هو بكام؟ بزيرو. ايه ده؟ الليمت اكزيست وبزيرو بس مش قد الاف اوف 0، يبقى حصل جامب. انت متخيل الفكره عامله ازاي؟ يعني كانت حاجه عامله كده مثلا، ادي اكس بار 2 لما الحاجات اكبر من الزيرو، وهنا مثلا اكس نيجاتيف اكس بار 2 يعني بص لتحت، وعند الزيرو نفسه عمل جامب بقى ب 2 الفاليو بتاعي 2. فطبعا هي مش كونتينوس عند الكلام ده، مع ان الليمت اكزيست بس حصل جامب كده ورجعت كملت تاني. ماشي يا اولاد؟ ده كده الموضوع بكل بساطه. نيجي اللي بعده، بص كده معايا هنا نفس الفكره، ادي تقوم حضرتك كاتب لي كده ادي الاف اوف اكس، تقوم عامل لي حاجه عامله كده. اولا عند الاكس ب 3 الفاليو بتاعي بكام؟ ب2. طب هنا بكتبها مره بالبوزيتيف، مره اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 3 زي ما هي بالبوزيتيف. لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال، تقول لي استنى لما اللي جوه الابسوليوت جريتر ذان اور ايكوال الاور ايكوال 0، ودي 3 هناك يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال 3. طب تقول لي استنى هو عند الايكوال 3 اصلا قال لي انها فاليو، خلاص شيل اور ايكوال. هنا بقى عكس الكلام ده بالنيجاتيف، نيجاتيف x ماينس 3 اوفر x ماينس 3، او اللي عايز يكتبها لي 3 ماينس x مفيش مشكله، لما الاكس سمولر زان الايه؟ ال 3. طب تعالى نبسطها شويه، x ماينس 3 اوفر x ماينس 3 حاجه اوفر نفسها، عفريت اوفر عفريت 1، صح؟ طب هنا شيل لي x ماينس 3 مع x ماينس 3 بقى لي ايه؟ نيجاتيف 1. فهمت كده الفكره في ايه؟ طيب تعالى بقى نحسب الليمت ليفت ورايت. اولا مفيش حاجه قد الثاني، يعني بص هتقول لي الاف اوف 3 بكام؟ ب 2. الليمت من ناحيه الليفت او الرايت لما الاكس بتابروتش 3 من ناحيه النيجاتيف بكام؟ بنيجاتيف 1. طب الليمت ما هي كونستانت فانكشن، لما الاكس بتابروتش 3 من ناحيه البوزيتيف لل1 بكام؟ ب1. ده مش قد ده، يعني الليمت دازنت اكزيست ولا قد الاف اوف 3 نفسها، يبقى خلاص ما فيش حاجه قد الثانيه اصلا. ماشي يا اولاد؟ ولو عايز على فكره يعني سوري معلش، لو انت عايز كمان تتاكد، بص بص ارسمها، ارسمها حتى وبص لنفسك، بص كده دي هتلاقيها مثلا حاجه عامله زي، مش هتاخد الرسم مش هتاخد ثانيه، يعني بص انا عندي نقطه هنا اسمها 3، ده اللاين المهم بالنسبه لي، اعمل مثلا خط كده عند ال 3، انا مش الخط ده مش تبعي في الرسم، يعني كانه داش لاين. ماشي؟ بص كده اي حاجه اكبر من 3 اوبن، الفاليو بتاعي بكام؟ ب 1. اي حاجه اكبر من 3 اوبن، صح؟ دوريه اوبن، اي حاجه كده. اي حاجه اصغر من 3 الفاليو بتاعي بكام؟ بنيجاتيف 1، صح؟ اوبن برضه كده. طب عند ال 3 نفسها الفاليو بتاعي بكام؟ الفاليو بتاعي ب 2، بس ده ب 2 ده في حته ثانيه خالص، هنا بقى الكلوز ب 2، ايه البتاع دي؟ يعني ماشيه كده مش كونتينوس خالص، ده مش حاجه الليمت مش قد بعض ولا حاجه قد الثاني. ده كده الموضوع بمنتهى البساطه. طيب تعالى كده ركز معايا هنا. بص يا سيدي، لما يجي لك بقى مساله مش ابسولوت فاليو، هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي الاكس ب 0 واي حاجه ثاني ليفت ورايت، اي حاجه ما عدا ال 3، يعني اي حاجه ما عدا ال 3 ماشيه بالرول ده. عند 3 بس ماشيه بالرول ده. طيب تعالى كده اما نشوف الاف اوف 3، الاف اوف 3 بكام؟ ب 1 اوفر 3، هي هيشيل الاكس وحط 1 اوفر 3، هو اللي قال لي ب 1 اوفر 3. طب تعالى نحسب الليمت لاي حاجه ثاني، هسيب هستخدم دي، صح؟ لما الاكس بتابروتش الايه بقى؟ ال 3 لدي روت 2x بلس 3 ماينس 3 اوفر اكس ماينس 3. تعالى كده نحسب الكلام ده. سوري الروت ده مش مكمل لحد هنا، ده واقف لحد هنا. طيب ممكن تقول لي نعمل ايه يا مستر؟ تعالى نبلج ان، تعالى كده نجرب نبلج ان، تعمل لي 2 تايمز 3 اللي هي كام؟ 2 تايمز 3 6، 6 بلس 3 اللي هي 9، روت 9 ب 3، 3 ماينس 3 اللي هي تطلع بكام يا اولاد؟ تقول لي يا مستر دي كانها 0 اوفر 0، لا طب ما ينفعش اعمل الكلام ده، اتصرف. كنت ازاي يا اولاد كنت بعمل ايه؟ اي حاجه فيها روت، فاكر كده كنا بنعمل ايه؟ حضرتك بتقوم عامل لي الكونجيت،
برافو عليك، تقوم عامل لي root 2x plus 3 بعدين plus 3 وهنا root 2x برضو سوري 2x plus 3 بعدين plus 3. نعمل النيميريتور الاول اللي فوق الاول، الاولاني تايمز الاولاني يفضل زي ما هو 2x plus 3، الثاني تايمز الثاني 9، ما بينهم ايه ماينس. تعال نبسط شويه كده، بوزيتيف 3 ماينس 9 يبقى كام؟ يبقى نيجاتيف 6، يعني كان الكلام ده كده 2x ماينس 6 over x minus 3 معمول تايمز البتاع دي root 2x plus 3 بعدين plus 3. طب استنى، ما تيجي تاخد ال 2 common factor من فوق كده، خد لي ال 2 common factor، يعني لو جيت هنا كده خدت ال 2 common factor يبقى لي x minus 3. شفت بقى كده ايه اللي يتشال مع بعضه؟ ال x minus 3 مع ال x minus 3. خد لي بقى الليمت للكلام ده لما ال x بت apply 3 و plug in يبقى لي ايه يا ولادي؟ يبقى لي 2 فوق over root، شيل ده بقى حط 3، 2 تايمز 3 اللي هي كام؟ 6، 6 بلس 3 اللي هي 9، روت ال 9 بكام؟ روت ال 9 ب 3 يبقى لي تحت 3 بلس 3 اللي هي بكام يا ولاد؟ 3 بلس 3 اللي هي 6، يعني 2 اوفر 6 اللي هي 1 اوفر 3. ايه ده؟ ده الليمت طلع قد الاف اوف الفانكشن نفسها، يبقى معنى كده ان هي كونتينوس. فهمنا كده يا اساتذه؟ طيب تعالى كده نخش على اللي بعده برضه نفس الفكره. تعالى كده نحسب الاول الاف اوف 2، تعالى كده نحسب الاف اوف 2. بص كده معايا يا سيدي، احسب كده الاف 2، هستخدم دي. نقوم عاملين ايه؟ 3 تايمز 2 باور 2 بلس 2 باور 2 4، 4 تايمز 3 12، 12 تايمز 2 24. طب تعالى نحسب الليمت لدي بقى لما الاكس بتابروتش ال 2 للبتاع دي، لاكس باور 7 ماينس 128 اوفر x باور 4 ماينس 16. تقول لي يا مستر دي شكلها بتاعت الرول اللي احنا اخدناه، ما تيجي نكتب دي الاكس بتابروتش 2، ما تيجي نكتبها 2 باور 7، هي هي على فكره 2 باور 7، واللي تحت دي ما تيجي نكتبها 2 باور 4. ها كده بقت كل حاجه جاهزه. نكتب نعمل الباور اوفر الباور تايمز 2 باور ايه بقى؟ 7 ماينس 4 اللي هي 2 باور 3 يعني. طيب 2 باور 3 اللي هي 8، ال 8 over 4 يعني دي كده ب 8، 8 over 4 يبقى لي 2، 2 times 4 اللي هي كام؟ اللي هي 14. فهمنا كده يا ولاد؟ ثواني بس نتاكد كده، هي دي احنا قلنا دي بكام؟ اه سوري سوري دي 14 برضه، انا ليه عملتها 24؟ ده انا افتكرتها تايمز 2، لا لا سوري هي بلس 2. 3 باور 2 اللي هي 4، 4 times 2 4 times 3 اللي هي 12، 12 بلس 2 ب 14، خلاص دي طلعت 14 ودي طلعت 14 يبقى continuous طبعا يا ولاد. ماشي كده؟ نيجي اللي بعده. بص كده يا سيدي نفس الفكره، بس المره دي بقى لا في سمولر ذان وبيجر ذان، لازم ليفت ورايت. تعال احسب لي الاف اوف 1، استخدم انهي واحده في الاف اوف 1؟ تقول لي استخدم دي يا مستر، 6 اوفر اوفر ايه 4 بلس 1 يطلع بكام اللي هي 6 اوفر 5. تعال نحسب الليمت، اولا الليمت لما الاكس بتابروتش ال 1 بس من ناحيه البوزيتيف بلجن عادي 6 اوفر 4 بلس بلس اكس صح اللي هي 4 بلس 1 برضه 6 اوفر 5. طب تعالى نحسب الليمت من الناحيه الثانيه بقى لما الاكس بتابروتش ال 1 من الناحيه الثانيه، ادي اكس باور 6 ماينس 1 اعملها برضه باور 6 اوفر اكس باور 5 ماينس 1 اعملها برضه باور 5. كنا بنعمل ايه؟ الباور اوفر الباور 6 اوفر 5 تايمز 1 باور ايه 6 ماينس 5 اللي هي باور 1، فتطلع برضه 6 اوفر 5. ايه ده؟ ده الليمت ليفت ورايت قد بعض وكمان قد الاف اوف 1، تبقى ايه يا اولاد؟ تبقى كونتينوس. يلا كده نيجي اللي بعده. بص كده يا سيدي هنا بقى، تعالى نحسب اول حاجه الاف اوف 0. بص يا سيدي الاف اوف 0 بلج ان كده حط 0، 2 تايمز ساين 0، ساين ال 0 ب 0 تايمز 2 ب 0. طب تعالى كده نحسب الليمت لما الاكس بتابروتش 0 ل 2 ساين اكس بس من ناحيه الايه كده؟ من ناحيه النيجاتيف الساين 0 برضه بلج ان ساين اكس يعني 2 تايمز ساين 0 برضه ب 0. طب تعالى كده نحسب دي بقى الليمت لما الاكس بتابروتش من الناحيه الثانيه من ناحيه البوزيتيف، 1 ماينس كوزاين اكس اوفر اكس، دي اخذناها الرول ده كده كانت بكام دي؟ دي كانت ب 0 صح؟ ايه ده يا مستر؟ ده الليمت من ناحيتين قد بعض وكمان قد الاف اوف 0 يبقى كونتينوس. فهمنا يا شباب؟ نيجي اللي بعده. بص هنا بقى معايا، ركز بقى معايا كويس قوي، عايز عندي 2، تقول لي الاف اوف 2. الاف اوف 2 بكام يا اولاد؟ بلج ان على طول 1 ماينس 3 اوفر 2 باور 2 اللي هي 1 ماينس 3 اوفر 4 اللي هي 1 اوفر 4.
طب تعالى نحسب بقى الليمت ليفت ورايت. اولا في ليمت اقدر احسبه سهل اللي هو لما الاكس بتابروتش 2 من ناحيه البوزيتيف، ببلج ان برده عادي جدا هو 1 ماينس 3 اوفر اكس باور 2 هيطلع ب 1 اوفر 4 لان مفيش مشكله خالص. مشكله هنا بقى الليمت لما الاكس بتابروتش 2 من ناحيه النيجاتيف. ليه؟ لو انا كده جيت حسبت ساين اكس ماينس 2 سوري اكس ماينس 2 اوفر اكس باور 2 ماينس 4 هيطلع 0 اوفر 0. طب دي كنا بنتصرف فيها ازاي يا مستر؟ كنت بتقول لي حضرتك كده شايف اللي تحت ده اعمل له فاكتورايزيشن مره اكس ماينس 2 ومره اكس بلس 2. بص بقى معايا كده ركز معايا كويس قوي، دي كده بكام؟ خلي بالك ساين انجل اوفر الانجل، بس لا تقول لي استنى لازم الانجل نفسها تابروتش 0. طب هي هنا الانجل مش هي الانجل عباره عن ايه؟ اكس ماينس 2 نقص من هنا 2 كده خليها اكس ماينس 2 ونقص من هنا 2 2 ماينس 2 بكام؟ ب 0 اهي الاكس ماينس 2 بتابروتش 0 اهو كتبتها بالطريقه دي. يبقى دي طلعت بكام البتاعه دي يا مستر؟ دي ب 1 صح؟ او لو عايز تقسمها نصين يتبقى لي ايه في المساله؟ يتبقى لي الليمت لما الاكس بتابروتش 2 ل 1 تايمز الايه بقى؟ 1 اوفر اكس بلس 2. شيل بقى الاكس وحط 2 2 بلس 2 اللي هي كام؟ 1 اوفر 4. اه ده الاثنين الليمت قد الليمت يبقى معنى كده ان الليمت اكزيست وكمان قد الاف اوف 2 يبقى معنى كده ان هي ايه يا اولاد؟ ان هي كونتينوس. وكنا قلنا الكلام ده طبعا في الدرس بتاع اللي هو الليمتس على الترجنومتريك فانكشنز. لو مش فاكر الكلام ده ارجع للفيديو تاني. طيب تعالى بقى معايا كده نبص هنا عشان نشوف الكلام ده هيحصل فيه. بص يا سيدي ركز بقى معايا. بص يا استاذ بيقول لي هنا اول حاجه خالص انا الزيرو عندي في النص، اي حاجه اصغر من زيرو ماشيه برول معين اسمه اكس تايمز ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 4، اي حاجه اكبر ماشيه برول ابسولوت فاليو اوف اكس اوفر اكس بلس 3. طب مبدئيا بقى هو هنا بيقول لي لما الاكس اكبر من الزيرو يعني اكيد الرقم اللي جوه هنا بوزيتيف صح؟ طب ما انا لو حطيت اي رقم يعني اكيد الابسولوت الاكس ده بوزيتيف. طيب ما خلاص كانها اكس اوفر اكس لاني عارف انه بوزيتيف لانه قال لي اكس جريتر ذان زيرو بلس 3. طب ما تشيل الاكس مع الاكس يبقى 1 بلس 3 يعني كانها 4. الفاليو بتاعتي 4 لما الاكس جريتر ذان زيرو. طب هنا بيقول لي لما الاكس سمولر ذان اور ايكوال زيرو يعني اكيد الفاليو هنا بكام؟ نيجاتيف صح؟ عشان دي نيجاتيف صح؟ وحط هنا دي اكيد نيجاتيف رقم بالنيجاتيف وده رقم بالنيجاتيف. هتلاقي الابسولوت الرقم النيجاتيف مع النيجاتيف بس هنا في ابسولوت فاليو هشيل النيجاتيف بوزيتيف تايمز نيجاتيف يطلع لي حاجه نيجاتيف يعني دي نيجاتيف اكس باور 2 بلس 4. انت فاهم قصدي كده ايه؟ والاكس سمولر ذان اور ايكوال زيرو. بس دي كده مسالتي. شفت بقى كتبتها كده ازاي؟ وتعالى بقى ما نبتدي نحل. دي الاف اوف اكس. فهمت كده يا سيدي؟ نيجي اللي بعده. تعالى بقى ما نشوف كده المساله بقى. اول حاجه الاف اوف اي اوف زيرو استخدم انهي واحده؟ اللي عندها اور ايكوال اللي هي دي. تقول لي نيجاتيف زيرو باور 2 بلس 4 تطلع ب 4. طب تقول لي الليمت ليفت ورايت الليمت لما الاكس بتابروتش زيرو من ناحيه الليفت اللي هي دي نيجاتيف 0 باور 2 بلس 4 برضه يطلع بكام؟ ب 4. طب والليمت من الناحيه الثانيه انا لسه مطلعه بكام؟ لما الاكس بتابروتش 0 لل 4 ب 4. ايه ده؟ الليمت قد الليمت يعني الليمت اكزيست وكمان قد الاف اوف 0 تبقى كونتينوس. ماشي يا اولاد نيجي اللي بعده. بص معايا كده بقى ركز معايا. تقول لي هنا يا مستر بيقول لي لما الاكس ب 0 ماشيه برول معين اي حاجه تاني ماشيه برول تاني خالص. طب ما تيجي نحسبها كده ادي الاف اوف اكس تقوم قايل لي عند الاكس بزيرو في النص هي ماشيه هي بزيرو. طب هنا بقى مره هقول اكس باور 5 اوفر 2 اكس باور 3 لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال زيرو. بس استنى ايكو هي ايكوال زيرو برقم معين خلاص شيل اور ايكوال. ولما الاكس سمولر ذان الزيرو حط الاكس باور 5 دي بالنيجاتيف نيجاتيف اكس باور 5 اوفر 2 اكس باور 3. استنى تعالى نبسطها اكس باور 5 اوفر اكس باور 3 يتبقى لي اكس باور 2 فوق صح؟ يعني الاجابه اكس باور 2 اوفر 2 اكس باور 2 اوفر 2. طب هنا اكس باور 5 اوفر اكس باور 3 يبقى اكس باور 2 يبقى الاجابه نيجاتيف اكس باور 2 اوفر 2. ادي المساله بتاعتي. طيب تعالى كده نحسب الاف اوف 0 هو ايه اللي بكام؟ ب 0. طب الليمت من ناحيه الليفت لما الاكس بتابروتش 0 من ناحيه الليفت من الناحيه دي مثلا
نيجاتيف 0 باور 2 اوفر 2 تطلع ب 0. طب الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش 0 من ناحيه البوزيتيف يطلع بكام يا اولاد؟ 0 باور 2 اوفر 2 برضه بكام؟ ب 0. ايه ده؟ الليمت قد الليمت يعني الليمت اكزيست وكمان قد الكلام ده تبقى كونتينيوس. نيجي اللي بعده. بص معايا هنا بقى يا سيدي، تقول لي استنى يا مستر المساله دي فيها كذا حاجه. اولا انا هكتب المساله عشان فيها ابسولوت فاليو، عند الاكس بنيجاتيف 3 هي ليها فاليو معين ب2. طب دي بقى هكتبها مره بالبوزيتيف اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس 3. تقول لي استنى لما اللي جوه الابسولوت فاليو كتبتها بالبوزيتيف، لما الاكس بلس 3 جريتر ذان اور ايكوال 0 ودي 3 هناك، يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال النيجاتيف 3، الاكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3. بس هي عند النيجاتيف 3 ما ينفعش احط اور ايكوال لان هي بحاجه معينه، فخلاص شيل اور ايكوال. طب هنا بقى لما الاكس سمولر ذان النيجاتيف 3 حط دي بس جنبها نيجاتيف، اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3 اوفر نيجاتيف بقى نفس الاكس بلس 3. طب ما تيجي نبسطها شويه. شايف اللي فوق ده انا اقدر اعمله فاكتورايزيشن اكس واكس، ال 3 عباره عن 3 تايمز 1 ماشي يا ولاد، دي نيجاتيف يبقى الكبير ياخد زي الميدل وده عكسه، عملت لها فاكتورايزيشن وشيل دي. طب استنى لسه اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 شيلهم مع بعض، اتبقى لك ايه في المساله؟ اكس ماينس 1 بس جنبها نيجاتيف اللي هي 1 ماينس اكس، يعني ممكن تكتبها لي كده اللي هي 1 ماينس اكس. نفس الكلام هنا، دي كانها اكس بلس 3 زي ما قلنا تايمز اكس ماينس 1، هتلاقي الاكس وشيل دي خلاص، هتلاقي الاكس بلس 3 اتشال مع الاكس بلس 3 وتبقى لك في المساله اكس ماينس 1. ادي يا سيدي المساله بتاعتي، اكس ماينس 1 لما الاكس اكبر من نيجاتيف 3 و1 ماينس اكس لما الاكس اصغر من نيجاتيف 3، وعند الاكس من نيجاتيف 3 نفسها الفاليو بتاعي ب2. طيب تعالى كده نحسب الاف اوف نيجاتيف 3 بكام؟ ب2 مديها. طب تعالى نحسب الليمت من ناحيه الليفت لما الاكس بتابروتش للنيجاتيف 3 من ناحيه النيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 3 تطلع بكام؟ ب4. طب احسب لي الليمت لما الاكس بتابروتش للنيجاتيف 3 من الناحيه الثانيه، يبقى نيجاتيف 3 ماينس 1 تبقى نيجاتيف 4. اه ده الليمت من هنا مش زي ده الليفت مش زي الرايت، يبقى الليمت دازنت اكزيست وكمان مش قد الاف اوف نيجاتيف 3 نفسها، يبقى دي طبعا ديسكونتينوس. ماشي يا اولاد؟ نيجي اللي بعده. بص معايا هنا كده بقى يا سيدي، ركز بقى معايا كويس قوي في المساله دي بجد يعني عشان هتفرق معاك قوي. بص يا سيدي انا هنا عندي نمبر لاين اهو، دي لازم ترسم لها نمبر لاين لان هنا البوينتس الكريتيكال هتخش في بعض وهتلاقي المساله هتعك منك شويه. ادي التو هنا، اي حاجه اصغر من التو هي ماشيه برول اسمه اكس بلس 3 جوه ابسولوت فاليو. حد يقول لي طب عارف لو كان الكلام ده زيرو كنت هتقول لي اكيد الاكس ده حاجه بالنيجاتيف فكانت خلاص كانت تبقى سهله، انما لا هو ممكن اصغر من التو يعني ال1 بوزيتيف فما اعرفش اعمل ايه. واي حاجه اكبر من التو ماشيه برول اسمه 11 ماينس 3 اكس. طب استنى بقى تعالى مالكش دعوه، ادي الاف اوف اكس اهي مالكش دعوه بالجزء اللي اكبر من 2، اي حاجه اكبر من 2 هي ماشيه برول اسمه 11 ماينس 3 اكس. طب تعالى نمسك دي كده، مش انا دي كنت المفروض بقول اكس بلس 3 من غير ابسولوت فاليو كنت بفك الاكس بلس 3 دي، مش دي كنت بفكها؟ اكس بلس 3 لما اللي جوه الابسولوت فاليو لما الاكس بلس 3 جريتر ذان اور ايكوال 0 يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال النيجاتيف 3 صح؟ الاكس ده رقم جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3. بس استنى يعني اي حاجه اكبر من نيجاتيف 3 ماشيه برول اسمه اكس بلس 3. طب بالنسبه للي بعد ال 2 لا ده انا عايز الحته دي بس، هي دي اللي ماشيه بالرول يعني شايف النيجاتيف 3 اهي، اي حاجه اكبر منها لحد 2 ماشيه بالرول اللي اسمه اكس بلس 3. يبقى تقوم قايل لي ايه بقى؟ ما بين النيجاتيف 3 كلوزد الاكس، ما بين النيجاتيف 3 او الاكس اكبر من النيجاتيف 3 لحد 2 ماشيه بالرول ده، او نيجاتيف الكلام ده اكس يعني نيجاتيف اكس بلس 3 لما اي حاجه ايه بقى اصغر لما الاكس سمولر ذان الاكس هي اللي اصغر من نيجاتيف 3. فهمت كده هي الفرق كله في ايه؟ اني غصب عني بيحدد لي ان اقف عند ال2 لانها بعد ال2 ماشيه برول ثاني خالص. فهمت كده يا سيدي؟ ادي المساله بتاعتي طبعا سخيفه شويه. طيب تعالى بقى نبتدي نشوف عايز ايه؟ عايز استدي عند الاكس بكام بنيجاتيف 3. تعالى بقى نمسكها كده واحده واحده، شيل ده كده دي مش محتاجينها، نمسك النيجاتيف 3. تقول لي يا مستر مبدئيا ليفت
ورايت right. خلاص احنا ممكن نشيل دي بقى خلاص. احنا قلنا ان هي في الجزء ده، في الجزء ده كده ماشيه ب x بلس 3، في الجزء ده ماشيه ب 3 ماينس x يعني سوري نيجاتيف x ماينس 3 يعني، او عايز تعملها نيجاتيف x بلس 3، نيجاتيف x بلس 3 عادي زي ما هي مكتوبه. طيب اول حاجه ال f اوف نيجاتيف 3 نستخدم انهي واحده يا اولاد اللي عندها اور ايكوال، اللي هي نيجاتيف 3 بلس 0 سوري بلس 3 تطلع ب 0. طب تعالى نحسب الليمت ليفت ورايت، الليمت لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 3 هنا وهنا، تقوم اي مره اكس بلس 3 يطلع بكام؟ نيجاتيف 3 بلس 3 ب 0. طب الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 3 من ناحيه البوزيتيف، دي من ناحيه النيجاتيف ودي من ناحيه البوزيتيف، سوري دي اللي كانت من البوزيتيف ودي اللي من النيجاتيف. تعالى بقى نحسب دي بقى، نيجاتيف اكس بلس 3 حط كده نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 بلس 3 0، نيجاتيف 0 اللي هي برده 0. ايه ده؟ ده هنا 0 وهنا 0 وهنا 0، تبقى كونتينوس عند الاكس نيجاتيف 3. طب تعالى بقى نمسك عند الاكس بكام؟ نمسك كده عند الاكس ب 2، شيل الكلام ده خالص. طيب بص كده معايا عند الاكس ب 2 بيقول لي استدي هنا، هتشتغل ده وده. تعالى بقى نمسك الاف اوف 2. اولا الاف اوف 2 بص يا ولاد ثواني كده، هو قال لي لما الاكس سمولر ذان اور ايكوال 2، خلي بالك انا كنت المفروض احط هنا اور ايكوال، ليه؟ لانه هنا كان قال لي اور ايكوال ماشيه بالرول ده، طيب عشان كده لحد 2 كلوز كانت ماشيه بالابسولوت فاليو، فعشان كده المفروض اور ايكوال. نستخدم انهي واحده؟ نستخدم الاكس بلس 3 اللي هي 2 بلس 3 اللي هي 5. طب تعالى بقى نمسك ليميت ليفت ورايت، لما الاكس فين بقى الليفت ورايت؟ ال 11 ماينس 3 اكس والاكس بلس 3. طيب اول حاجه تعالى نمسك الليفت سهله اللي هي اكس بلس 3 2 لما الاكس بتابروتش 2 سوري اكس بلس 3 اللي هي بكام؟ ب 5. طب تعالى نمسك الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش 2 بس من ناحيه اولاد البوزيتيف 11 ماينس 3 اكس، يعني 11 ماينس 3 تايمز 2 11 ماينس 6 ب 5. ايه ده؟ ده الاثنين قد بعض يبقى برضه كونتينوس. ماشي يا سيدي، يعني يا ريت يعني الكلام ده يبقى واضح. بص بقى معايا كده يقول لي هنا ايه؟ عايز يستدي الكونتينيتي بتاعت الفانكشن ات الاكس ايكوال باي اوفر 2. طيب تقول لي كده الاف اوف باي اوفر 2 نستخدم انهي واحده؟ نستخدم دي 2 بلس اكس ماينس باي اوفر 2 باور 2، باي اوفر 2 ماينس باي اوفر 2 0، 0 باور 2 ب 0 تايمز 2 ب 0 كله ب 0. طب احسب لي ليفت ورايت، لما الاكس بتابروتش الباي اوفر 2 من ناحيه النيجاتيف تقوم قايل لي 1 بلس ساين باي اوفر 2، بلاج ان على طول. ساين ال 90 بكام؟ اظن ساين ال 90 صح مش دي 90؟ ساين ال 90 ب 1 ولا بكام؟ اه ب 1 اظن ساين 90 ب 1 بلس 1 ب 2. طب احسب لي الليمت من الناحيه الثانيه لما الاكس بتابروتش الباي اوفر 2 من ناحيه النيجاتيف، او لا سوري دي اللي كانت دي اللي من ناحيه البوزيتيف، احسب لي 2 بلس ونقوم كاتبين باي اوفر 2 ماينس باي اوفر 2 باور 2 يطلع ب 0. دول مش قد بعض يعني الليمت doesn't exist يبقى discontinuity او discontinuous. ماشي يا شباب نيجي اللي بعده. بص هنا بقى ركز بقى معايا عشان ده نوع تاني من الاسئله انا برضو كنت عايز احطه في الاسئله. بيقول لي find the values of k و a و b و c، يعني هو حاطط شويه random variables كده في كل المسائل whatever بقى النوع ده ايه، يعني اذا كان حاطط لك في مساله a و b بس طلعهم. So that each of the following function is continuous. يعني هو قايل لك ان هي continuous. هو اللي قايل لي انها continuous. طيب معنى ان هي continuous يا ولاد عند الاكس بنيجاتيف 3، مش معنى كده ان اقدر اقول ان الاف اوف نيجاتيف 3 اللي هو اكس بلس اي قد الليمت للبتاع دي. دايما بص احسب اللي ما فيهاش variables، احسب دي مثلا. مش انا هنا لو جبت الليمت للاكس ابروتشز النيجاتيف 3 لدي لازم يطلع الفاليو بتاع لو عملت الاف اوف نيجاتيف 3 صح؟ الاثنين قد بعض. تعالى نحسب دي اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 3 اوفر اكس بلس 3. ما تيجي نعمل كده نشيل بتاع دي كده ونعمل فاكتورايزيشن اكس واكس عشان انا متاكد كده ان في حاجه هتتشال. ادي 3 عباره عن 3 تايمز 1 دي نيجاتيف صح؟ يبقى الكبير هو اللي ياخد ده بلس وده ماينس. طيب شيل لي ده مع ده وبلاج ان على طول، حط نيجاتيف 3 ماينس 1 تبقى نيجاتيف 4. ايه ده؟ يعني انا متاكد ان الاف اوف نيجاتيف 3 برضه بنيجاتيف 4. طب شيل لي كده الاكس وحط بقى
يعني نيجاتيف 3 هي x بلس a، شيل الاكس وحط نيجاتيف 3 يعني نيجاتيف 3 بلس a، ودي النيجاتيف 3 الكلام ده بنيجاتيف 4 يطلع ال a بكام يا ولاد؟ نيجاتيف 4 بلس 3 يطلع بنيجاتيف 5. اديني جبت ال a اللي هو عايزه. فاحنا كده بنعمل ايه؟ عشان هو اللي قايل لي انها كونتينوس. طيب تعالى كده اما نبص على اللي بعده. بص هنا يا سيدي، بيقول لي هنا عايز يعرف ال a بكام ومديني حاجه زي كده. تقول لي طيب اوكي ابتدي دايما من الحاجه اللي انت عارفها، الليمت لده، الليمت لما الاكس بتابروتش ال2 للبتاعه دي. تيجي نعمل فاكتورايزيشن كده بالمره، ادي اكس واكس، ال6 دي عباره عن كام تايمز كام عشان السم بتاعهم يبقى 5، 2 تايمز 3 دي بلس يعني الاثنين ماينس اوفر بقى. هنا فاكر براكت صغير وبراكت كبير، اكس ماينس 2 كيوب روت الاولاني كيوب روت الثاني، بعدين بعمل الاولاني باور 2 الثاني باور 2 first time second بس بأوبوزيت ساين، بدل نيجاتيف 2x يبقى بلس 2x. تلاقي دول يتشالوا مع بعض، plug in بقى 2 minus 3 صح over 2 power 2 plus 2 times 2 plus 4. احسب لي كده حضرتك الكلام ده يطلع نيجاتيف 1 over 2 power 2 اللي هي 4، 4 plus 4 plus 4 يعني 12، يعني يطلع نيجاتيف 1 over 12. طب تعالى نحسب دي بقى، يعني انا متاكد لو جبت ال f of 2 للبتاع دي كده نيجاتيف 2 اوفر ابسولوت فاليو اوف a، الكلام ده بكام؟ بنيجاتيف 1 اوفر 12. طب ما تعمل لي كده الابسولوت فاليو اوف a بكام؟ ده تايمز ده ديفايد ده، ده تايمز ده ديفايد ده، يطلع الكلام ده بكام يا اولاد؟ ب 24. خلي بالك بقى الابسولوت فاليو اوف a ب 24، يعني ال a يا اما ب 24 يا اما ال a بنيجاتيف 24 لانه ابسولوت فاليو، يا اما ده يا اما ده. يجي اللي بعده، بص كده معايا هنا بقى، حاطط لي كذا فاريبل A و B. طيب خلاص انا متاكد يا مستر ان لو حسبت الليمت هنا، لا استنى استنى استنى، ده بيقول لي ان هي كونتينوس عند حتتين، اول حاجه كونتينوس عند الاكس ايكوال نيجاتيف 2 دي مساله، وكونتينوس عند الاكس في 5. طب تعالى مثلا تحب نبتدي بايه؟ عند 2. تعالى كده نبتدي عند النيجاتيف 2 اصلا، تعالى نبتدي عند النيجاتيف 2. بص كده يا سيدي، الاف اوف نيجاتيف 2 استخدم دي، شيل كده الاكس وحط مكانها نيجاتيف 2، 3 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 2، 3 تايمز نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 6 ماينس 2 يبقى نيجاتيف 8. طب انا متاكد ان لو جبت الليمت هنا لما الاكس بتابروتش النيجاتيف 2 للاي تايمز نيجاتيف 2 بلس بي، الكلام ده يطلع بنيجاتيف 8. اكتب لي بقى الايكويشن دي معلش تاني كده، دي ايكويشن اكتبها بقى كده خلاص، نيجاتيف 2a بلس بي ايكوال نيجاتيف 8، وادي اول مساله، ادي اول ايكويشن. كل الكلام ده at x equal negative 2، انا كده بعمل الكلام ده. طب تعالى بقى at الاكس في 5، فين اللي انا عارفها دي؟ انا عارف ان الليمت هنا، الليمت لما الاكس بتابروتش ال 5، او دي مش الليمت بقى، ده الاف اوف 5 على طول، لان هو عنده هنا الاف اوف 5. تعالى كده نحسب الاف اوف 5، هستخدم اللي عنده اوريدي. تطلع بكام يا اولاد؟ اقسم كده 5 باور 2 ماينس 12، يطلع بكام الكلام ده؟ 5 باور 2 25، 25 ماينس 12 يعني 13. طيب انا متاكد ان لو اخدت الليمت برضه لل 5 بقى من هنا برضه يطلع الكلام ده بكام، بس لما الاكس بتابروتش ال 5، خلي بالك لل a تايمز 5 اللي هي 5a صح، 5a بلس b، الكلام ده بكام؟ الكلام ده ب 13. وادي الايكويشن الثانيه، فاكر بقى تحلهم simultaneously مع بعض، يعني 2 ايكويشنز نيجاتيف 2a بلس b equal negative 8، وهنا يا اولاد 5a plus b equal 15. طيب ما تيجي نعملهم يا سيدي ماينس بعض، يعني اعمل ده ماينس ده، ده ماينس ده، b ماينس b مفيش b خالص، اعمل ده ماينس ده، 5 ماينس negative 2 تبقى 7، 15 ماينس negative 8 كانها 15 plus 8 صح، 15 plus 8 يطلع الكلام ده بكام؟ يطلع ب بكام يا اولاد؟ 15 plus كانها 15 بلس 8. ثواني احنا عملنا حاجه غلط ولا ايه؟ اظن ان احنا ما عملناش حاجه غلط، احنا قلنا نيجاتيف 3 تايمز 2 نيجاتيف 6 ماينس 8 صح؟ يعني نيجاتيف 2a بلس b اوكي ايكوال نيجاتيف 8. هنا عملنا 5 باور 2 ماينس 12، 5 باور 2 ماينس 12 اللي هي انا ليه كاتب هنا 15؟ دي 13، دي 13 عمال اقول كده، 13 ماينس نيجاتيف 8، 15 ماينس ماينس نيجاتيف 8 اللي هي 21، اعمل بقى يعني ال 8 كام؟ 21 اوفر 7 اللي هي ب 3. عرفت ال A، وانسى انك عرفت ال A، هات لي ال B من دي مثلا، سمي لي دي 1 وقول لي باي سبستيوشن ان 1،
باي سبستيتيوشن ان 1 ارجع بقى هات لي دي يبقى 5 تايمز 3 اللي هي 15 بلس بي ايكوال 13 يطلع البي بكام بنيجاتيف 2 اديني كده عرفت الاي والبي انت كده الفكره في ايه طيب تعالى كده نخش على بعض بص هنا بقى المره دي هنا بقى بيلعب في الكونديشن بيقول لي عند الاكس بي سي يبقى العب كده ولا فارق معاك فايد هات لي الاف اوف سي مش انت عايز تجيب الاف اوف سي هستخدم دي يعني ايه يعني اف اوف سي يعني بشيل الاكس واحط سي 2 ماينس اكس بار 2 بدل اكس بار 2 خليها 2 ماينس سي بار 2 طب ايه انا استفدت ايه سيبها كده مش الكلام ده هو زي الليمت لما اخد هنا الليمت هنا اللي هو ايه شيل الاكس واحط سي ايكوال سي الاثنين دول قد بعض اه ده كده بقت مساله ودي كده السي بار 2 هناك يعني سي بار 2 بوزيتيف سي ودي السي بار 2 هناك بالبلس بعدين ماينس 2 ايكوال سي ايكويشن سي وسي ال2 دي عباره عن 2 تايمز 1 ماشي دي اللي بالبلس ودي اللي بالماينس يعني يطلع يا اما السي ب1 يا اما السي بنيجاتيف 2 عايز تعملها مود 5 3 اوكي فهمت كده هي الفكره في ايه سي يا اما ده يا اما ده طيب تعالى بص معايا هنا كده بيقول لي عند الاكس ب0 اكس بقى عشان المساله دي فيها تركه صنه اظن دي اخر حاجه خالص عند الاكس ب0 اولا ات اكس ايكوال 0 تعالى كده نجيب الاف اوف 0 هو قايل لي انها كونتينوس اللي هي ساين ال0 ساين ال0 بكام ساين ال0 ب0 طيب تعالى بقى اما نبص هنا انا عارف ان البتاعه دي برضو بزيرو 1 ماينس بس لو خدت لها ليميت لما الاكس بتابروتش زيرو ل 1 ماينس كوزاين اكس اوفر كي اكس البتاعه دي بكام بقى؟ بزيرو صح؟ طيب وانا عارف ان الاجابه تطلع لي بزيرو بص يا سيدي بقى الكي دي ممكن تبقى اي رقم 5 6 7 نيجاتيف 1 نيجاتيف لان زيرو اوفر اي حاجه صح؟ كانها زيرو اوفر كي الكلام ده انا عايزه يطلع زيرو صح كده معايا زيرو بتاع دي بزيرو اوفر كي كل ده انا عايزه يطلع لي بزيرو زي ده الكي ده ممكن يطلع اي رقم ما عدا الزيرو ليه لان لو طلعت زيرو اوفر زيرو دي ان سبيسيفايد اه يبقى عشان كده يا مستر اقدر اقول ان الكي ده ينفع يبقى اي رقم في الدنيا عباره عن ار ما عدا زيرو ينفع يبقى اي حاجه ما عدا الزيرو نفسه واظن بكده نبقى خلصنا اللسون بتاع النهارده وخلصنا الكالكولس كله على فكره كده يا اولاد يعني يا ريت نكون استفدنا بالكلام ده طبعا انا عارف ان انت واضح كده ان الكالكولس بالنسبه لك مش واضحه يعني هي مش واضحه بحيث انك لا انت عارف تحل اوريدي وعارف انا عارف انك فاهم الكلام ده كويس بس الفكره انك الابلكيشن بتاع الكالكولس انت مش فاهم ايه فايدتها زي ما قلت لك ان شاء الله هي الكالكولس فعلا زي ما قلت في اول فيديو في الكالكولس خالص اللي احنا بناخده ده البيزكس بتاعها هتبتدي تفهم بقى ايه فايدتها وايه ميزتها وبتحل لنا مشاكل ايه ان شاء الله في الترم الثاني وكمان في سكندري 3 لان ده اساسه كله طبعا كالكولس يعني ده هيبقى من اتقل الحاجات اللي عندكم عموما يا اولاد يا ريت لو اي حد منكم عنده اي استفسارات او اي اسئله يا ريت ما ترددش في انه يتواصل معايا ميرسي يا اولاد واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني شكرا.